صحافة الموبايل ومستقبل الأعلام، الفرص والتحديات. صحافة الموبايل دي حاجة جديدة، لأن طبعا الموبايل والكوميونيكيشن التطورات اللي فيها اللي بتظهر كل دقيقة مش كل ساعة، فدي هتساعدنا في تطوير الموبايل وفي طبعا تطوير الصحافة. في حاجة اسمها صحفي تلفزيوني وفي صحفي إذاعي، احنا النهاردة قدام صحفي موبايل. الصحافة استفادت من التكنولوجيا ومن ثورة المعلومات بشكل كبير جدا. بعتقد ان احنا بنخطئ دائما عندما نتحدث عن التطور التقني دون التحدث عن التطور في المحتوى. هذا الجهاز هو الذي يقود الميديا الان. مفيش حد عندنا دلوقتي اللي ما بيستخدمش موبايلات. الموبايلات دلوقتي كلها بقت التكنولوجي بتاعها بيتطور. اهم لقطة ممكن الواحد يكون فخور بيها هي الأساتذة اللي واقفين دي، مش أنا خالص على فكرة ولا كل الناس اللي بتحلم، هي الأساتذة اللي كل واحد فيهم ده ماسك ترايبود ماسك موبايل وبيصورنا دلوقتي وبيخلي الدنيا كلها تشوفنا. هو ده اللي ممكن يكون مهم جدا. صحافة الموبايل نفسها جزء من الصحافة. لازم فكرة التأهيل المستمر وفكرة التدريب المستمر وإعطاء مكانة أكبر للتدريب. الجامعة النهاردة ودي حاجة خطوة مهمة جدا. احنا موجودين النهاردة بنتكلم عن صحافة الموبايل، واعتقد انه دي خطوة مهمة جدا. احنا قدام حدث مهم بيقدم فكرة وبيقدم نقاش وبيطرح وجهات نظر مختلفة، بتفيد الطلبة بتفيد الشباب بتفيد الصحفيين صناع المحتوى.